الله وحياكم الله متابعين حسابات الديحاني، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، عرضي لكم 6x6، الموديل 2007، الحجم 33-46، الممشى 322,000. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن، على الشرط وعلى الفحص، محركات، غمارة، بدي، كله على الفحص. طبعا لوحات كويتية السيارة، من يوم جت بطاقة جمرك هي على تيدر عند راعي حلال. الحجم 33-46. الموقع معرض الديحاني للشاحنات في النعيرية، راح اصور لكم داخليه. طبعا السياره ما جاء عليها طبعا زي ما قلنا لكم المقطع السابق، الموديل 2007 والحجم 33-46 والممشى 322,000. سياره شواصيه طيبه، غمرتها بلاده، محركاتها على الشرط على فحص الكمبيوتر، طبعا غير كهرب دعسه كلتش. الداخلية ما شاء الله تبارك الرحمن، وراح احط رقم التليفون اللي له نظر واللي يبي المعاينة، ويتجه المعرض الديحاني للشاحنات المعيرية.